النهاردة هنتكلم عن الفنانة الجميلة ياسمين صبري اللي حرقت قلب أبو هشيمة ورفضت إنها ترجع له، وفجأة خبر خطوبتها من طليق غادة عادل بيقلب السوشيال ميديا كلها بعد انتشار صورة جمعتهم ببعض. هنعرف إيه حقيقة الكلام ده وهنعرف كل التفاصيل، بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل جديد يجيلك لحد عندك. من بعد انفصال ياسمين صبري عن جوزها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر مايو اللي فات، وطلقهم بعد مرور سنتين بس على جوازهم اللي كان في شهر إبريل سنة 2020، وأخبار ياسمين صبري وطلقها أحمد أبو هشيمة مش بتنقطع على السوشيال ميديا، ودايما كل يوم أو يومين نلاقي خبر إما عن ياسمين صبري أو عن طلقها أبو هشيمة. فبعد ما كان انتشر من يومين تقريبا إن خلاص ياسمين صبري رجعت لجوزها أحمد أبو هشيمة بعد ما تم نشر صورتين ليهم وهما في نفس المكان، لدرجة انه اتقال ان ياسمين صبري بتقضي شهر عسل جديد مع جوزها احمد ابو هشيمة بعد رجوعهم لبعض. واحنا كمان هنا في القناة اتكلمنا عن الموضوع ده وقلنا انهم رجعوا لبعض، لكن الحقيقة النهاردة اتفاجئنا بخبر تاني خالص، وهو ان ياسمين صبري رفضت انها ترجع لطليقها احمد ابو هشيمة، وان ابو هشيمة طلب منها الرجوع ليه فعلا لكن ياسمين رفضت. والحقيقة انا بشك في الخبر ده وفي صحته، وما اعتقدش اصلا انه يكون حصل اي تواصل بين احمد ابو هشيمة وطليقته ياسمين صبري من بعد الانفصال. الغريب في الموضوع كمان ان الاخبار المنشوره دي ما قالتش بس ان ياسمين صبري رفضت انها ترجع لابو هشيمة، دول كمان قالوا ان ياسمين صبري اتخطبت لطليق غادة عادل المخرج مجدي الهواري، والخبر ده اعتمد على صوره جمعت ياسمين صبري مع مجدي الهواري ونشرها مجدي الهواري بنفسه على حسابه في موقع انستجرام. والحقيقه انا مش عارف الناس دي جابت الكلام ده منين، هو اي حد بيتصور مع اي حد يبقى خلاص اتخطبوا او حصل بينهم ارتباط؟ يا جماعة مفيش الكلام ده، ما يمكن يكون في عامل فني هيجمعهم ببعض ولا حاجة شبه كده. وحتى دي كمان تم نفيها من مصدر قريب من ياسمين صبري اللي قال ان اللقاء اللي حصل بين ياسمين صبري والمخرج مجدي الهواري ده كان مجرد صدفة، وان فعلا حاليا في تفكير في تقديم عمل فني يجمعهم ببعض، لان ياسمين صبري نفسها تتعاون مع المخرج مجدي الهواري في اي عمل وفي اقرب فرصة، لكن دلوقتي لسه مفيش اي مشروع عمل ممكن يجمعهم ببعض، واللقاء اللي حصل بينهم ده كان مجرد صدفة مش اكتر من كده. وبكده احنا بننفي الخبر اللي انتشر على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت ان ياسمين صبري اتخطبت لطليق غادة عادل المخرج مجدي الهواري، وان دي مجرد اشاعة سخيفة ملهاش اي اساس من الصحة. وفي النهاية انا بشكركم جدا لانكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.